التلاميذ المعنيين بالنقل هما 1200 واحد ونص. عندنا التلاميذ المتوسط 2400 بحسب الامتحانات عندنا 2214. الدولة الجزائرية وفرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل نجاح هذه الامتحانات، امتحانات آخر سنة. نتمنى طبعا التوفيق والنجاح لكل أولادنا وأبنائنا. عندنا عدد 33 مركز على مستوى الولاية بتعداد 7979 مترشح وبتعطير 2214 مؤطر لهذه العملية. ونتمنى في مرة أخرى نتمنى لأولادنا إن شاء الله التوفيق والنجاح بحول الله تعالى وتحقيق نسبة إن شاء الله مميزة في هذه الشهادة بحول الله.